النهارده الرئيس كمان شهد اداء اللواء شريف سيف الدين حسين اليمين الدستوريه رئيسا لهيئه الرقابه الاداريه. سياده اللواء شريف سيف الدين حسين من مواليد 63، اتخرج من الكليه الحربيه سنه 85 وتدرج في المناصب المختلفه في القوات المسلحه. لديه الحقيقه خبرات متنوعه لانه كان مؤهل علميا واشتغل فتره طويله في الوحدات القتاليه والاداريه والماليه والتكنولوجيه والتخطيط والتفتيش، حتى شغل رتبه اللواء وعين قائدا لقوات حفظ السلام المصريه في جنوب السودان، وكان ملحق وزاره الدفاع بالمانيا، وثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية، ثم مديرا لإدارة المشاة. والحقيقة أنه هو كمان حاصل على العديد من المؤهلات العلمية، منها بكالوريوس تجارة عين شمس وشعبة إدارة أعمال وماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان، ودكتوراه الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، ودكتوراه التخطيط الاستراتيجي والأمن القومي من جامعة الدفاع الوطني بالصين. هو كمان حاصل على العديد من الأنواط والأوسمة الرفيعة، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة. إذن اللواء شريف سيف الدين حسين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وطبعا احنا عارفين انه هذه الهيئة منوطة بشكل رئيسي لكشف الفساد، وتابعنا الحقيقة على مدار الفترة الماضية خبطات وضربات يعني كانت الحقيقة قاضية على الكثير من شبكات الإجرام والرشاوة، وكنا يعني كلنا بنقول انه ما كناش نتخيل انه نسمع عن وزير حالي يتقبض عليه ونسمع عن محافظ حالي يتقبض عليه، ممكن كان سابق، لكن انه حد حالي في منصب كبير ومحصن نفسه ومعتقد ان هو يعني غير قابل للكشف، فدي اعتقد انه هيئة الرقابة الإدارية على مدار الفترة الماضية كان ليها الحقيقة يعني متابعات كثيرة جدا وقضايا كثيرة جدا كشفت فيها عدد كبير من القضايا المتعلقة بالفساد، وده يعني أكيد بيرجع إلى يعني همة كل من يعمل في هذه الهيئة الموقرة. تمنياتنا إن شاء الله لسيادة اللواء بالتوفيق والنجاح، وكل أيضا الشكر والعرفان لسيادة اللواء محمد عرفان على أدائه ودوره بشكل راقي وممتاز جدا خلال